اهلا بكم مشاهدينا الكرام، جولتنا الصحفيه المعتاده في هذا الصباح اللي بنستعرض فيها اهم العناوين والمنشطات اللي جت في صحف القاهره، ويسعدنا ان يشاركنا بالراي والتحليل في هذه الجوله الصحفيه الاستاذ بسيون الحلواني مدير تحرير الجمهوريه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ. اهلا. نبتدي مع حضرتك ومع المشاهدين بجريده الاهرام، ومن صفحتها الاولى: مصر تتمسك بتسويه سياسيه في سوريا تحفظ وحدتها، الرئيس حريصون على امن الدول العربيه واستقرار لبنان. طبعا تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله بالأمس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي. لا. قراءة حضرتك لهذه التصريحات؟ والله هو موقف مصر في الملف السوري موقف واضح وموقف ثابت وموقف عقلاني للغاية، لأن الحرب في سوريا يعني لم تحقق إلا الخراب والدمار، ولم تجلب للشعب السوري إلا التشتت في كل دول العالم. فليس هناك سبيل بعد سنوات طويلة من الحرب وبعد نزاعات كثيرة وبعد أن استوطنت الجماعات الإرهابية بكل فصائلها المناطق كثيرة من سوريا، ليس هناك حل إلا تسوية سلمية يتم من خلالها احترام إرادة الشعب السوري واختياراته، وهذا هو الطريق الوحيد لحل المشكلة السورية. ويترتب على هذا بالتأكيد إعادة إعمار سوريا. لم يعد في سوريا الآن شارع واحد كما كان من قبل. سوريا يعني أصبحت خرابة كبرى تحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول العربية جمعاء. مصر طبعا موقفها هنا موقف محترم، موقف قيادي، موقف مسؤول، يعبر عن يعني رؤية ثاقبة للخارجية المصرية. نعم. طيب إلى الأخبار، ومن الصفحة الأولى أيضا منها مشاهدينا نطالع: وزير الخارجية يصرح ملف ريجيني لم يغلق بعد والتعاون في التحقيقات قائم مع إيطاليا. أنا أعتقد أن تصريح وزير الخارجية يعني لم يحمل جديدا، هو بالتأكيد الملف ما زال مفتوح. إيطاليا لم تقتنع بما قدمه الجانب المصري في التحقيقات. رحلة المساعد النائب العام والفريق الأمني المصري لم تحقق النتائج المرغوبة والمطلوبة، ما زالت لإيطاليا مطالب، بعض هذه المطالب مشروع وبعضها غير مشروع، يعني يتصادم مع القانون والدستور. أنا أعتقد أن ما زالت هناك فجوة ما بين الجانبين فيما يتعلق بملف ريجيني. حتى الآن العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا ما زالت قائمة، لكن هناك مشكلة فيما يتعلق بالملف الأمني في مشكلة ريجيني. لابد أن يعني تبذل الخارجية المصرية ويبذل الأمن المصري جهود أكبر خلال المرحلة القادمة، لأن هناك قوى كثيرة تستخدم هذه القضية وتحاول أن توظفها للإساءة إلى مصر وإلى قطع علاقتها وتشويه صورتها في أوروبا. هناك دول كثيرة تتبنى الموقف الإيطالي، دول غربية، دول أوروبية. ينبغي أن نكون متنبهين لهذا، ينبغي أن نبذل جهود أكبر. مطلوب من الأمن المصري أن يبذل أن يكثف جهوده خلال المرحلة القادمة. طب يعني أستاذ ليس لدينا ما نخفيه في هذا الملف. بالضبط، لو إحنا فعلا ليس لدينا ما نخفيه في هذا الملف، لماذا التعاطي يعني عليه علامات استفهام كثيرة من جانب الكثير من المراقبين، التعاطي المصري مع هذه القضية أو هذا الملف؟ وده الأمر برضو اللي يعني دفع إيطاليا لتصعيد سياسي ربما كان غير مبرر، ربما كان مدفوع، ربما كان في بعض الأطراف زي ما حضرتك قلت بتحاول أن هي تسمم العلاقة في الوسط، ولكن التعاطي المصري كيف تقرأه مع هذا في هذا الملف تحديدا؟ للأسف الشديد يعني نحن لم نستطع إدارة هذا الملف بشكل جيد، لابد أن نعترف بهذا. لو يعني لدينا قصور كثيرة فيما يتعلق بالمعلومات الأمنية التي قدمناها لإيطاليا، مطالب يمكن تلبيتها لا تتعارض مع الدستور، وتصريحات وزير الخارجية تقول بأنه تم تلبية كثير من المطالب الإيطالية، ما زالت هناك مطالب. إذا كانت هذه المطالب لا تتعارض مع الدستور ولا تتعارض مع القانون، فلماذا يعني لا نفي بها؟ هذه القضية من المهم يعني حسمها في أسرع وقت،
لأن إيطاليا كانت من الدول أو التي يعني تتمتع بعلاقات جيدة مع مع مصر، وهي بوابة لعلاقتنا مع الدول الأوروبية، وكما قلت بعض الدول الأوروبية تتضامن معها وتتبنى وجهة نظرها. ينبغي أن نتصرف بشكل مسؤول خلال المرحلة القادمة، لا نعتمد على تصريحات يعني لأنه البعض بيرى بها الموقف يعني المصري. ده بالتأكيد البعض بيرى أستاذ بسيوني أنه يجب على الرئيس أن يتدخل شخصيا في هذا الأمر، وهل يجب على الرئيس أنه يتدخل بشكل شخصي في كل أمر من هذه الأمور لحماية شكل الدولة المصرية؟ التساؤلات التي تطلب إيطاليا الإجابة عليها ليس لدى الرئيس إجابة عليها، وإلا كان بادر من نفسه وقدم هذه الإجابات. الإجابات موجودة عند الجانب المصري. هناك شائعات كثيرة جدا ترددها ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين موجودة على السوشيال ميديا، لابد أن نجيب عليها بصراحة. تم اتهام عنصر أمني مصري بأنه وراء قتل ريجيني، ينبغي تقديم الأدلة والوثائق التي تبرئ هذا المسؤول الأمني. لا ينبغي أبدا ترك هذا الملف للعابسين ليعبسوا به. صحيح. ينبغي أن نتصرف كما قلت بشكل مسؤول. لا ينبغي أن نزين يعني تصريحاتنا السياسية كل فترة بتصريحات من هذا القبيل. ما زالت هناك فجوة ما بين الجانب المصري والجانب الإيطالي فيما يتعلق بالملف الأمني. طيب نترك هذا الملف ونذهب إلى ملف التعليم تحديدا وتطوير التعليم. ومن الشروق بنطالع مشاهدينا التعليم، بتصرح جدول امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل، إزالة الحشو والتركيز على دور الشعب وعدم شخصنة التاريخ. كيف في أي سياق يعني يمكن قراءة هذه التصريحات؟ والله تصريحات مضحكة، تصريحات يعني ليست مقنعة على الإطلاق. التعليم المصري يحتاج إلى تطوير حقيقي وليس تطوير من خلال تصريحات لا معنى لها. كل وزير يأتي ويتولى مسؤولية وزارة التربية والتعليم يخبرنا بأنه طور وغير وشال وحط وعمل وخلى. للأسف الشديد لا، ما زال التعليم المصري تعليم عشوائي، تعليم يتم من خلاله حشو عقول الأولاد والتلاميذ والطلاب بمعلومات لا تفيد المجتمع ولا تفيدهم في المستقبل ولا تصب في مشروعات التنمية وخطط التنمية التي تتبناها الدولة. التعليم المصري يحتاج بالفعل إلى تطوير يختلف كثيرا عن ما يردده وزير التعليم الحالي من تصريحات. هو ربما يعني كانت في بعض الاستجابة للحملة اللي أطلقتها أو أطلقها عدد من أولياء الأمور، عدد كبير من أولياء الأمور المطالبة طبعا بتطوير المناهج وإزالة الحشو منها، وكان في قرار تشكيل لجان فنية متخصصة لهذا الأمر. ربما دي كانت خطوة أستاذ بسيوني، ولكن يجب البناء عليها بشكل أسرع. أنا أعتقد أن احنا يعني أنا في جريدة الجمهورية استضافت وزير التعليم السابق وأجرت معه حوارا طويلا، وقال لنا كلام مثل هذا تماما. يعني هذا ليس جديدا، ان شكلنا تم تشكيل لجان، واللجان تمت دراسه المناهج كل منهج على حده، وتم اخذ بالتوصيات. هذا الكلام للاسف الشديد نسمعه من كل وزير ولا نرى تطويرا او تغييرا على ارض الواقع. هناك شكوى من المدرسين، وهناك شكوى من اولياء الامور، وهناك شكوى من الطلاب. العمليه التعليميه في مصر اصبحت عمليه عبثيه للغايه للاسف الشديد. يجب كمان اخذ هذا الموضوع باعتباره أمن قومي، يعني التعليم برضو أمن قومي. طبعاً لن نتقدم ولن يتم تطوير المجتمع ولن نستطيع التغيير في أي مجال من المجالات إلا بالتعليم. بالتأكيد. طيب إلى جريدة المصري اليوم، ومنها بنطالع البنك الدولي أول دفعة من 3 مليارات بعد بيان الحكومة. الأوروبي للاستثمار يدعم مشاريع جديدة ب5 مليارات يورو في عدة دول ومن بينها مصر. طبعا نحن نتطلع إلى أي استثمارات خارجية تأتي لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا. لم تعد هناك موارد خارجية كافية للخزينة المصرية وخاصة بالعملة الصعبة، فالمليون دولار قد تحل مشكلة. لكن بيان الحكومة هناك عليه ملاحظات كثيرة وعليه تساؤلات كثيرة، وينبغي أن تقدم الحكومة خطط عمل حقيقية وليست وجدول زمني وليست وعود.
ما قدمته الحكومة للأسف الشديد، يعني بعض ما قدمته في البيان، قال الخبراء وقال أعضاء في مجلس النواب أنها لن تستطيع الوفاء به. نتمنى أن يعني أن تقدم الحكومة من خلال وزارة التخطيط ومن خلال لجان التخطيط في مختلف الوزارات خطط عمل حقيقية لتنمية الواردات المصرية وتنمية الصادرات خلال المرحلة القادمة للحصول على عملة صعبة نستطيع من خلالها أن نفي باحتياجاتنا الاقتصادية. طيب، هو النواب في البرلمان وأثناء دراسة بيان الحكومة أستاذ بسيوني كان في تأكيد على ضرورة أن تلتزم الحكومة ببرنامج زمني محدد حتى يمكن للنواب محاسبتها في حال إخفاقها في عدم تحقيق الأهداف في خلال هذا البرنامج الزمني. تتوقع استجابة الحكومة إيه بالفعل لهذا المطلب تحديدا؟ وهل يمكن للحكومة أن هي بالفعل تحدد توقيتات محددة من أجل الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها كما جاء في برنامجها يعني؟ والله ممكن الحكومة تقدم توقيتات محددة وتقدم برامج زمنية ولا تلتزم بها ولا تحقق النتائج المطلوبة خلال هذه المرحلة. يعني نحن لا نريد من الحكومة أن تقدم وعودا، نحن نريد من الحكومة أن تقدم خطط عمل حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع. هذا ما يطالب به النواب. طيب، ثقافة محاسبة النواب للحكومة ربما لم نعتدها في طيلة البرلمانات المصرية السابقة، هل نحن بصدد بالفعل تغيير هذه الثقافة وأن يعي النائب دوره في محاسبة الحكومة وهو دور أساسي ومهم؟ هو ده دور النائب. هو مجلس النواب أصلا أو مجلس الشعب يعني أنشئ من أجل هذا الغرض، مراقبة الحكومة ومراقبة أدائها والتشريع لتنفيذ الخطط والبرامج التي تنفذها الدولة. هذا الدور كان غائبا لأن الحكومة في الماضي هي التي كانت تختار النواب وهي التي كانت تسيطر وهي التي كانت تعد القانون. أما الآن فيتم اختيار النواب بشكل أكثر حرية وأكثر ديمقراطية، وشيء طبيعي أن يطالب أن يكون هذا يعني نهج مجلس النواب، لأنه تم اختياره بشكل بعيدا عن الحكومة وبشكل لم يكن للحكومة دخل فيه. فنتمنى أن يتعاظم هذا الدور داخل مجلس النواب وأن يكون النواب يعني أنياب حقيقية في التعامل مع الحكومة. صحيح. لأن معظم ما يعني دلوقتي كثير من النواب يشتكون مع أن يعني ما يأخذونه من تأشيرات من الحكومة لا يتم تنفيذه على أرض الواقع. فهناك عدم ثقة ما بين النواب وما بين الحكومة بالتأكيد. طيب، إلى الأهرام مرة أخرى وبنطالع منها مشاهدينا. رئيس الوزراء البدء في وضع استراتيجية لاحتياجات مصر المائية، مجموعات عمل متخصصة لسد الفجوة ما بين مواردنا واحتياجاتنا. ملف مهم جدا، وهو التفكير في وضع بالفعل استراتيجية لتوفير احتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة. كيف ترى هذا الأمر؟ والله برضو الخبر غامض، يعني هل الاحتياجات دي وتدبير الاحتياجات دي بعيدا عن ملف سد النهضة، يعني هل ده هيتم من خلال المياه الجوفية؟ هل ده هيتم من خلال وهل ده إقرار بأنه خلاص يعني سد النهضة يعني كده خلاص يعني ما فيش أي حل ليه، فبالتالي بنشوف بدائل؟ وإحنا دلوقتي بنفكر في بدائل، معنى كده